سريعة شوية. كل السعادات انتبه لهذا الشيء. حلو. جميل. طول الله شوي. اين ميل هذا؟ ياخذ نفس الميل. عفوا انا عرفت تكتب يعني. جزء من القلم بعدها ما بيكون بهذا الشكل. هذا فقط مع المد، فقبله مد الوصل من النصف، زي ما قبله مد من النصف. بس الطاء الصاد لا ما يمتقذر، تمام؟ هنا يصير متقذر، هنا شوية تكبر، هنا بعده مد. كبر الصاد. اللوحة هذه الواحد اسمه زكي. صغيرة هذه. هنا ممتاز، شوف لأنه طاء ممتاز. هذا القوس كبير، نازل كثير. هذا صحيح، بس متى بيصير كذا قوس أوسع؟ لما بيكون تحته كاس، تحته كاس بيصير كذا. ما في تحته كاس، لا استقامة. طول يعني شوي الحركة. إلى الأعلى. الاتصال الثاني يا أبو رامع بالنسبة للصاد السابق يطلع زي الاتصال الميم. الاتصال اللي كذا. هاي. لا اللي كذا. عرفت سين ميم مثلا؟ الصاد إلى الأعلى. الصاد تقصد؟ سين كذا يجي مثلا، ما في سين ميم تجي كذا؟ إيه. الصاد يصير نفسه. هو هذا فيها خلاف، فيها مسألة لغوية مو مسألة فنية. هذه. لأنه هل لأن النبرات عندنا نوعين. نبرة أساسية ونبرة فرعية. النبرة الأساسية التي لها نقطة كذا تعريفها، يعني باء نون تاء ثاء ياء مثلا، أساسي. الفرعية مثل الصمت. شايف؟ نبرة بس ما لها نقطة فرعية تعتبر. هل النبرة الفرعية تأخذ حكم الأساسية في الشكل ولا لا؟ هذه مسألة يا بحر. يعني هل يجوز نكتب الصاد بهذا الشكل مثلا؟ صاد راء يجوز نكتبه بهذا الشكل؟ إذا اعتبرنا أنها نبرة فهذه نبرة. صحيح. نفس الشيء ما في فرق. إيه. أو قاف مثلا او اي حرف بهذا الشكل، فهل يجوز فنيا؟ ما في مشكله. لغويا لكن فيها مشكله، لانه هذه شابهات النبره الاساسيه هذه.
الثانية اللي كنت تتكلم عنها هذه. هذا صح؟ موجودة ممكن تسجل. جيد هذا الشكل. دوران وبعدين استقامة. مو استقامة من الأول تمام كذا. تمام بعدين نعمل هذه الحركة بعد. الصافية جيد. هذا أفضل. كويس. كده شوف هذه حركة يا yeah. النبرة هذه هي نفسها حركة الياء فقط نشيل السواد هذا تماما ونجي من أسفل شوف فقط هذا بيحذف هذا نفسه هي أصوات هذا أوسع ما تطول بعدين ما ترجع للأسفل ترجع للأسفل إذا في شيء يعتمد عليه مثل النون بس عليها بس هنا هوا بس خليها على بالنسبة للنبرة الصغيرة دي بان الصاج هاي ايش فيها؟ انت بتحب السري انت؟ حب السري ايش فيها؟ يسعها خلاص انتقل الله يكتب عليها يعني الله يكتب عليها انتقل للقطرة عند الخادم خلاص خلينا ننتقل للقطة ما شاء الله أنت لك فكرة في المخرجات ما كتبت أنا استغربت أنا جيت مرة الأولى وين في الجيم سين يعني حرف واحد من شهرين أنا عند الصحابة مثلاً عند سلسال بلعين طيب اجتهد عبد الرحمن ما شاء الله يا رب لا خلاص صدق صدق هنا ندوس سنوات تتكلم مع بعض في أشياء متشابهة وأشياء مثلا أشياء واضحة جدا الراء والميم المفرد تمام هذه الراء الميم المفرد تمام لها زاوية كسر بالثلث لكن الميم مع النون ما لها زاوية كسر طبعا أنا كسرتها شوي ركز على هذه أولا ثاني شيء مثلا في السطر الآن يعني ما بتجي في هذا المكان لازم الحروف لازم ترتبط مع بعضها ولو بشكل خفي يعني مو لازم يكون بشكل واضح مثلا انت عملتها هنا بشكل واضح هذا يسمى واضح هذا وصل واضح ممكن وصل خفي مثلا اللهم يا
لما نكتب هذا الميم هو عبارة عن إنك كأنك صاعد ألف وبعدين مرجع وكاتب ميم صح؟ فهذا الصعود إلى الألف تستغل تعمل فيه الألف. يكون الألف هنا صحيح. صح؟ هنا كسر لكن هنا لا يعطيك فيه إحساس الحركة. مو بنسحب صحيح. هذا شيء. إذا كتبت هذا. آخ راح هناك يعني. طيب. جرنا من عذاب جرنا تركيب كل كلمة عذاب فرق الدال طيف الصحيح نعم ما فيها أوكي. كلمة جهنم أعاذنا الله منها لو نرفعها إلى الأعلى بتكون أجمل. أنا جربتها حطيتها هنا لا هم. بس والله فوق فوق الباب هنا نزلت على كثير دائما الأسطر النسخ والثلث هذا جمالية أن يكون للأعلى هذا الشكل تجالي في عادة هو بتدرس بهذا الشكل واضح أنه حتى مو في النص هي بتدرس بهذا الشكل النصوص قلم رصاص بعدين تبدأ تعدل مثلا هذه من الأشياء الخفية مثلا العين مع الدال أصلا أنها تكتب بهذا الشكل عين مع الدال بهذا الشكل ميلها هكذا لكن هنا ميلها كذا ليش؟ سبب مين؟ فالحروف لما تقرب من بعضها بتتغير ميلها بتتغير حتى شكلها لازم نختار شكل مناسب لها يعني مثلا هنا ممكن هذا الحرف جيم معرة ممكن نستخدم الجيم تمام ممكن يعني احنا بنبحث على اي هنا المد هل لازم ولا مو لازم احنا معانا الهاء الله المد فمعانا فراغ كبير فلو ما استخدمنا فراغ كبير مثلا او استخدمنا هذه الميم او هذه الميم القصيرة ونجيب الألف هنا في هذا المكان مثلاً يصير في مجال يصير في مجال إنك تشكل على الميم صح مثلاً صحيح بيصير معنا الله هنا يصير الشدة مرتاحة بهذا الشكل فالنص يعني بيدرس بهذا الشكل يطلع جيد مثلا حتى أجرنا ممكن لو استخدمنا النون ألف بهذا الشكل طولناها ندخل الميم في الداخل حتى تكون ماسك الحرف ما تكون وحدها معلقة ما شاء الله يعني اجتهاد جيد فقط يعني بالنسبة لهذه الباب هي عبارة عن نفس هذا الباب هي نفس الباب الكسرة هذه مش الباب شوف هذه هذا الباب شرط هي نفسها الباب هذه فقط الزيادة فيها هذه الحركة أي فقط هذه زيادة فيها وإلا بعدين نفس الحركة طيب فهنا كبير التقوس تبعها الجميلة ما شاء الله أحسن فقط هذا اليوزب كان شوي ينزل أكثر هذا الشكل شعر الداخل عن أبي هريرة
شوية أطول. ليش؟ ودائما في النسخ لما بنحصل زحام 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 بنحاول نمد، لازم نخرج شوي من الزحام. مثلا عن أبي احنا بين خيارين، اما نمد الياء او ترجع، اما نرجعها على الياء هذه ونمد لها مع الراء الداخلية تكون بهذا الشكل. عن أبي هريرة ما أقدر أقرأ اللي كتبت فيه. جميل. فشوية طلع من الزحام الموجود فيه. أو نرجعها وهذه لأنها ترجع هذه طبيعية تكون. سنت رضي الله عنه قال قال سيد الله نهاية الهاشم تحتاج وقت نهاية لا فوق سعد الله خير لأن كلها عندي شكل مع الإرجاع في العرض، حاول تعطيها عرض أكثر وبعدين سعد الله خفيف يعني جيد. رسول الله صلى الله مثلا هنا زحام 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 مديت هنا جيد مدهنا ما مشكلة. أنا خفت من بداية السطر لكن مفتوح الحركة عادي ما بيأثر. سلم من الفراغ وسع شوي انزل تحت. هو أقل حجم السواد نفسه أقل أقل هذا اللي هو قيمة السواد نفسه أقل ولا يزيد أكثر. ما استجار عبد من النار مش مجبور تبيت هنا مضيق عادي ستترك فيها لا عادي مو مجبور تبيت يعني خلي بدون أحسن قصر هذه دخل الألف من فوق هذه وضع الناس هنا هذه طبيعية يعني. سبع مرات نفس الشيء تاخذ تطول شوي يعني الا الشده تبعها النص هي الوحيده لانه في خلاف ايهما الالف هذه ولا اوكي تضيع في النص واحد يدي في النص حل اسلم يعني كل علماء الضبط يضعونها فيه. هذه اللام ألف معروف هذه معروف وين اللام هذه نضعها هون خلاص واضحة. لكن هذه يقولون يعني هل هذه ولا هذه هذا الألف ولا هذه ما بدأنا به بهذا الشكل فهو اللام تصبغ في اللفظ فما بدأنا به فهو اللام خطاطين لا يظلوا احنا بنبدا مكتوبه من هنا فهذا اللام ليس هذا وصار يعني وضعها في النص. الا قالت النار يا ربي هذا الاسلوب كمان اسلوب قديم اسلوب قديم ان وضع الشده الحركه تحت الشده من الاعلى اسلوب قديم الان ما يقبل انا
عشان الكسرة حقت إنا مو مشكلة، ولكن عمم هذا في كل عممت هاي خلاص مو مشكلة مع الشدة فقط. أي مع الشدة. عبدك فلانا استجار مني، اكسر هذا شوي الحركة. تمام حتى تصل إلى هذا المكان. ترجع أجره. ولا سأل عبدني الجنة المقطع على الشدة. سبع مرات أحسنت. في شكل للراء هذا، هذا الشكل غالبا خطاطين يكتبون الشكل ثم من النص هذا الشكل. تمام. أو لكن الميم أول مرة خلاص ما كتب زكي موجود يعني ما في علة إنك تستخدم تمنع يعني في علة تمنع يعني القوس تبعه قوس سليم ما في مشكلة يعني فيه عادي يعني بس إنه موجود يعني كتب من قبل جنة يا ربي حسن إن عبدك فلان سألني أدخله الجنة. آمين. ما جعلنا هنا. في النسخ لا يكتب بهذا الشكل النون العليا. أوكي. هذا يكتب يا مفرد. لا هذا تأليف طبعا. تأليف عندي على الإجازة وأنا ما أكتبه. هي قياسا على النسخ نفسه الفرق. أحسنت. لا أكيد. الرحمن الرحيم. وين قلمك؟ لا نجربها. يا أحد عنده شيء؟ إيه أنا بحط الجيم هنا. ها. هذا الحين على الطاير. تريد الجيم صح؟ ما عليك. حمد الله. حرف الجيم. بعدين خروج من المنتصف، ولكن حركة القلم انظر كيف كذا شوف كيف القلم تغير حتى تصل هنا. تمام تصل هنا بعدين تغير. هل هي نفس الضوء؟ ما فيها فينا ولا لا مو نفسها.
خرجنا بعرض القلم ما خرجنا بلوح القلم الان الاول في حركه ونفس الخروج في نفس الصفحه نفس الشكل نفس الصوره اللي ركبتها الصوره كان خلاص باقي احد عنده اي اسئله يا شباب؟ في احد؟ الله يعطيك العافية أبو رما، أشكرك على تلبية الدعوة، شرفتني، وأشكر الشباب اللي حضروا كلهم جميعا، وأشكر اللي حضروا البث، أتمنى للجميع التوفيق. السلام عليكم، في أمان الله.